هل غيرت في يوم من الأيام مبدأ لك، أو هل حدث تغيير جذري في حياتك اليومية والفكرية؟ هل حدث شيء ما في مرحلة شبابك؟ حدث كثير. حدث ان كان ليا بنت عم توفى ابوها وترك لها اخ واخت وتربوا معانا لانهم كانوا تقريبا في سني، فانا دخلت في يوم من رمضان من انا جاي من الكتاب، كنت شفت بنت الكبيره من بنات عمي والكوز على بقها بتشرب في رمضان، فانا ادبا منها ادب مني ما خلتهاش تشوف ان انا شفتها، وكرهي لها خلاني ما قعدتش اكلمها، فبقت ظاهره غريبه ان انا ما بكلمش البنت دي رمضان، فامي بتكلمني في مره من المرات بتقول لي مالك انت بدر، كنت الاول بتقول لها هات يا بدر هات يا بدر مش عارف ايه، ما ايه اللي جرى؟ لا ما قال لك لا لازم تقول لي ايه. انا خفت من معنى امي تذهب اليه بنظرها، قمت قلت تقول لي دخل عليها في رمضان لقيتها بتشرب بالزير، فامي ماتت من الضحك. قالت طب وهي يا ابن فيتي البنات لما بيكبروا بيبقى عندهم حاجه الصوم ما بينفعش وياها، انت درست في الفقه لحد فين؟ قلت لها مثلا في كذا، قالت بكره هتبقى تعرفوا في الفقه. أسفت جدا على ما كان مني، فلما قرأت قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم، اتعدل سلوكي، ما قلتش اخد بقى بظواهر الاشياء، اتعدل آيات الله ما قلتش بيها، لعل له عذر وانت تلوم، انت مش عارف يا يعني. هذه واحدة. الشيء الآخر، قصتي مع أبي عدلت كل حياتي تعديل جذري. انت عارف المحولجية اللي بي اللي عارف الإشارة، لو انت أدركت الشعرة البسيطة اللي موجودة عند المحولجي في الأضيب بتتلحم كده بتغير اتجاه توددها على الإسماعيلية وتوددها على الإسكندرية. انا كده كانت المحولجية بتاعت هي هذه. ازاي مولاي؟ أبويا كان حريص على أن أتعلم في الأزهر، وأنا كنت حريص على أن أكون فلاح في الغيفة، وفي بقى محاولات مني ومحاولات منه، والغرض انتهت على أنني بقيت في سنة ثانية ورحت اتنقلت سنة ثالثة، فقلت كره أبوك في المسألة دي يعني. فقلت أنا أكرهه في إيه؟ أنا عمال كل ما أقول له ينسرق الفلوس يجيب لي فلوس، ينسرق هدوم يجيب لي هدوم، يلا بقى الدنيا هي أزمة ومفيش فلوس، هتورطه في حكاية الكتب. بس أنت كنت عايز تورطه وتكرهه فيها ليه؟ ما أنا مش عايز أروح في الأزهر عشان يقول لي اقعد يا ابن الإيه ولا بتاعه خلاص. وبعدين رحت عند محمد زكي صاحب مكتبة الاتحاد، كان فوقه مكتب فكري ما شاء أبازة المحامي، والمكتبة بقى مكتبة فخمة كده وفيها كتب بقى من الكتب اللي تستميل الأبصار والبريق والتجليد اللي مش عارف ايه، فأنا وأنا ماشي كده شفت المكتبة انبسطت منها، فدخلت عند محمد زكي قلت له الكتب دي ايه؟ قال لي كتب ايه؟ كتب ايه يا جماعة كتب ايه؟ كتب اللي بتاعت المشايخ بتاعتك. قلت له ما تنفعنيش؟ قال لي لا ما تنفعكش، ده هو مراجع لمشايخك حتى يمكن مشايخك مليئة. قلت له انت عايز تبيعها؟ الله ايوه عايز ابيعها. ايه يا ابني اللي جرى لك ايه؟ قلت له طب ابويا جاي يوم الثلاث، كان الكلام ده يوم الاحد، ابويا جاي يوم الثلاث عشان يشتري الكتب، فلما اجيبه بقى نزل لي الكتاب ده والكتاب ده والكتاب ده والكتاب ده، الراجل ميت من الضحك. تعمل بويه يا ابني؟ قلت له الله انت مش عايز تبيعها، انا عايز الكتب دي. الغرض ابويا جه وقعدنا ننزل لما الكتب، كل ما يجي كتاب كبير كده مجلد ابويا يقول لي يا ابني ده عليكم، بقول له اه عشان السنه الثالثه. الله يفتح عليك يا ابني، الله يفتح عليك. لحد الكتب بقت كتيره جاب الراجل الكراتين وحطناها، ومن اللي هيشيلها دي؟ فراح ابويا الله يرحمه بقى نادى على عربجي وخد الكتب ورحنا على الحته اللي مسكنني فيه. ابويا شاف الكتب كده محطوطه في الشباك مرصوصه كتيره كده، قال لي يا ابني دي كتب كويسه والجلد بتاعها كويس ومذهبه وهتتعفر ومن مسكة الايد، انا هروح اجيب لك ورق عشان اجلدها. قلت له روح. راح جاب مقص وورق وسمغ طول الليل قاعد يقص ويجلد.
لحد الفجر. صلى الفجر وشرب الشاي وقال لي انا عايز اروح بقى. قلت له اتفضل. رحت بقى على المحطه، هو ركب القطر وانا وقفت على الرصيف. وبعدين قال لي يا امير، قلت له نعم. قال لي عايز اقول لك كلمه. قلت له اتفضل. قال لي انا هقول لك حكايه بس ما تزعلش. قلت له اتفضل. ايه؟ انا خفت كتوم معياني. قلت له امي جالها حاجه؟ قال لي لا بخير والعمر، انا خفت بس لحسن لما اروح اسافر وتفتكر انك انت عملت وحكيت فصل الكتب دي، تفتكر ان ابوك مغفل. فصرفت يعني عليا لما يبقى ابوك مغفل تبقى يعني مش. فانا بقول لك الكتب دي مش مقرره، وكتبك كلها بتاعت سنه ثالثه 38 قرش. قلبي نزل في رجليه. انما يا ابني الله ينفعك باللي فيه. القطر صفر ومشي، بس كانت تحويل حياتي كله. وحبيت اسره بقى فقراتها. اه جبته للسماء، وهيروح يقول للحبايب بقى المشايخ والموظفين الكبار اللي عندنا، وتملي العصر كل يوم عنده. بس فقلت هيشتكيني بقى وهيقول لهم وهيمسكوني بقى يقروني. فقلت اعمل فيهم فصل بقى. بقيت ايه؟ امسك الكتاب من دول اعرف اسمه عنوانه، اقرا المقدمه دي عشان ايه؟ ايه فصوله؟ ايه مش عارف ايه؟ ويقلب 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 ويقلب، واجي في يوم الجمعه اعيد اللي انا حفظته. طب قال له امتحنت وروحت بقى. فقابلوني بقى المشايخ على اللي عملوه فيا. انا الصابية مش عارف ايه بقى، هتبقى عالم انت، هتبقى مش عارف ايه، وتروح تنصب على ابوك وتغرم ده تمن جاموسه يا ابن الايه ده مش عارف ايه، ده ازمه 30 ازمه الغرض بقى. قالولي طب وعملت ايه بالكتب دي؟ واكون بعتها. قلت له ابيعها ازاي؟ لا قريتها. قريتها ازاي؟ طب قريت ايه؟ قلت له عايز اي كتاب. قال لي ايه؟ اهي مهما اجمع ابوك وحافظ شويه اسامي اللي بقى يسمعهم من الراجل. قال لي معلوم مجمع الامثال ده ما نعرفش اي مجمع الامثال. ايه ابن ابي الحديد ده اللي شرع نهجل نهجل؟ نعرف نهج البلاغه انما ابن ابي الحديد ايه؟ مش عارف اخلاق دي كار ايه؟ الم فرطر ايه الكلام بقى ده اللي بس. قلت له ايوه الكتاب الفلاني كذا وكذا وكذا وكذا. وقعدت اقول لهم ابويا بقى واقف ايه؟ رحمه الله عليهم جميعا بقى واقف ايه؟ فخور مبسوط طبعا. بعد ما روحوا صلوا المغرب هم بقى وروحوا، قلت له عجبك الدور ده بقى مكرره ولا ايه؟